شايف الخرفان دي؟ عايز كل واحد فينا ياخد له 3 4. ايوه احنا عايزين نشوف الراعي ده فين عشان ما يشوفناش. ادوني ده فين خرفاني ده؟ انا جيت اتحرم. وده ده حد جبنه اجمع الخرفان عشان فيه دم. لا دخلنا الخرفانة ومفيش حد شافنا. ايوه عايزين نجيب منهم تاني عشان نقعد في المغارة ما نطلعش وناكل منهم. بس لما الراعي الغبي يبعد يبقى احنا نجيب تاني بقى. احنا هنجيبهم بقى كلهم. يا غرفان يا غرفان ده انا بديت خراب. مالك يا راعي بس في ايه؟ مش عارف مين اللي هجم على غرفاني وكده. يعني تفتكر يعرف يساعدني؟ ان شاء الله بس روح له. بس مالك يا راعي في ايه؟ كرفان ضاعت يا دبة. ضاعت ازاي؟ وصلت لحد البيت رجعت ملقتهمش. مفيش حد هيحل لك المشكلة دي غير سبايدر مان. روح له. انا رايح له. ربي يساعدني. يا راعي في ايه؟ خرفاني مش لاقيها يا نحلة. معلش يا راي ان شاء الله هتلاقيها. قالولي روح لسبايدر مان وانا رايح له. يا رب يقدر يساعدني. ايوة انا سمعت اللي هو بيساعد الحيوانات اللي في الغابة. يا راي بتعيط ليه؟ خرفاني ضاعت مني. ضاعت ازاي منك؟ انا رحت عند البيت رجعت ملقتهمش. طب انت رايح فين دلوقتي؟ رايح لسبايدر مان عشان حيوانات الغابة قالت لي اللي هو يساعدني. تعيط ليه؟ مش لاقي غرفاني اتخذت مني. روح بسرعة لسبايدر مان عشان يقدر يجيبها لك. ماشي انا رايح له. غابة يا سونش بوب. ماشي شوية كده بردك وروح لف في الغابة. لو في اي مشكلة بلغني بيها. ماشي يا سبايدر. انت يا سبايدر مان خرفاني مش لاقيها. احكيلي بس واهدى وقولي ايه اللي حصل. رحت وزلت البيت ملقتش الخرفان بتاعتي. هما كام خروف؟ 4. ورجعت لقيت دم في الارض. ما تقلقش ان شاء الله هنعرف نرجعهم. وانا كمان سمعت في خرفان جوه. يبقى كده الضباع هم اللي خدوهم. طب هنعمل ايه دلوقتي يا سبايدر مان؟ مفيش قدامي غير حل واحد. ايه هو؟ هروح لسوبر مان عشان يساعدني. ماشي طب يلا بينا بسرعه قبل ما يطلع خرفان. بعتلي سبونج بوب بيجيبني علشان الخرفان بتاعتك عايشه وسامعين صوتها جوه. طب ايه الدم اللي انا شفته ده؟ ممكن يكون الدم دوت مكان ما هم مسكوهم. بس اسمع كده صوتهم في المغارة. صوتهم. طب هنعمل ايه؟ انا هروح للي يقدر يساعد معايا دلوقتي. يا نمر انا وانت هنروح المغارة اللي فيها الضباع وهنقتل الضباع عشان نجيب الخرفان ونساعد الرجل الراعي. متقلقش يا سوبر مان ان شاء الله هنقدر نساعد الرجل الراعي. اهو النمر داخل اهو للضباع في المغارة عشان يجيب لك خرفانك. ان شاء الله يا سوبر مان نقدر نجيب الخرفان وكمان يخليهم ما يجوش جنب خرفانه تاني. ان شاء الله يقدروا يجيبولي خرفاني. الخرفان بتاعت الراجل الغلبان اللي بيسرح بيهم علشان ياكل هو ومراته. خلاص يا نمر انا مش هنعمل كده تاني. لا انا مش هسيبكوا غير لما اخد الخرفان واربيكوا. سيبنا يا نمر انا هنديك الخرفان بس لان في حالنا.
يا سوبرمان، خلاص خلاص كفاية. عشان تحرمني لازم بحط الراعي غلبان، لازم عشان انت حرمت الراجل وخدت خرفانه. خلاص يا سوبرمان، خلاص يا سوبرمان. اتفضل يا راعي، ايه الخرفان بتاعتك؟ بس الخرفان بتاعتك فيها شوية جروح بسيطة هتتداوى. شكرا، ربنا يخليكوا. شكرا يا سوبرمان، شكرا يا سبايدر مان، شكرا يا نمر. لحقتوا بيتي قبل ما يتخرب. ده احنا هنا في الغابة عشان نرجع حق المظلوم. وان شاء الله اي مشكلة لأي حد ان شاء الله نحلها له. شكرا يا سبايدر مان، رجعت لي غرفاني، ده انا كان بيتي هيتخرب. لا شكرا على واجب. شكرا ليك يا سبونج بوب. لا شكرا، ده احنا عملنا الواجب، ربنا يخليك. الحمد لله سوبرمان وسبايدر مان رجعوا لي الخرفان بتاعتي من الضباع. احمدك يا رب، احمدك يا رب، الحمد لله ربنا يخليهم. انا سمعت ان هم بيحلوا اي مشكله في الغابه. ايوه، ما الحيوانات قالت لي وانا لجأت لهم. الحمد لله يا اغنامي، سوبرمان وسبايدر مان رجعوا كلية، وخلي النمر يحرسكم، والضباع مش هتقدر تهود جنبكم تاني. شكرا ليك يا سوبرمان ان انت ساعدتنا ننقذ الراجل الراعي الغلبان. لا شكرا على واجب يا سبايدر مان، واي مشكلة تاني يا ريت تقولي، تكون تبع الغابة عشان اساعدك. وانا كمان لما تصدر لي مشكلة هلجأ ليك على طول. وانا سبونش بوب معاكو طبعا. طبعا. عجبتكم الحدوتة يا اصحابي، يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها. يلا باي.